مساء الخير عليكم واهلا بيكم في اول حلقه من برنامج في عالم موازي. دايما لما بنشوف حاجه خارجه عن المألوف او قليله ما بنشوفهاش كتير بنقول ده في عالم موازي. لما بيكون نفسنا نعيش في حياه فيها سلام، حب، خير، نجاح، بس بتلاقي حد بيقولك ده عايش في عالم موازي. احنا بقى جبنا لكم العالم الموازي ده لغايه عندكم، وهنكتشف مع بعض شخصيات قدرت توصل لدرجه من النجاح والشهره في حياتها، ونشوف معاهم هل هم فعلا عايشين معانا على الارض ولا عايشين في عالم موازي. ضيفي النهارده شخصيه لفت العالم، قابل ناس كتير في حياته وتعرف على ثقافات مختلفه، عايش الدنيا كانها رحله، وكلنا عارفين ان المتعه دايما بتكون في الرحله. هو مش بس مجرد شخص بيسافر وبيشوف بلاد جديده، هو كمان موهوب في سرد الحكايات، حكاية كل بلد، وبيقدر يعيشك الرحلة وانت في مكانك. منورني النهاردة الترافل كونتنت كرييتر مصطفى رعد. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. طبعا مبسوطة قوي ان انت معايا النهاردة. انت شخص ملهم جدا، وحكاياتك زي ما قلت فعلا بتعيشنا في الحدث كأننا في المكان نفسه. يعني بص، البرنامج النهارده بيمر بخمس محاور، في خمس محاور مختلفة هنتكلم عنها. اوكي. الأفكار، الأنا، القلب، الجسد، والبيئة المحيطة. دي المحاور اللي هي البني آدم بيعدي بيها عشان يوصل للتوازن ويقدر يحقق أهدافه. فأنا هسألك، هديك الاختيار إن أنت تبدأ بأي محور. ممكن المحور الاساسي اللي انا، يعني لو هنتكلم عن نفسنا. اوكي، حلو. طيب هديك اختيار تاني. أوكي. ان انت تختار من 1 لـ 12، وانا هقول لك السؤال اللي انت اخترته هو ايه. واحد. قول لنا في 3 جمل مشاعرك دلوقتي. في 3 جمل مشاعري دلوقتي ساتسفايد، راضي جدا الحمد لله لكل اللي وصلت له، لسه بامل ان انا اوصل له. مترقب اشوف ايه اللي هيحصل تاني، مترقب اشوف بعض الـ يعني اللي بيدور حوالينا دلوقتي من مشاعرنا تجاه الناس اللي حوالينا هتوصل لايه. وفعلا ابريشيت، يعني بقدر كل حاجه موجوده في حياتي دلوقتي. ده احلى حاجه. الحمد لله. ده شعور دفين بالامتنان. ده حقيقي. الحمد لله انا شخص ممتن جدا لكل حاجه حصلت وكل حاجه بتحصل دلوقتي، وعارف ان كل حاجه بتحصل لسبب، الحمد لله. فده شيء مخليني في معظم الجوانب، ايا كان بقى جانب من الجوانب الخمسه، راضي بيها جدا. على فكره ده باين في فيديوهاتك قوي. يعني باينه قوي الحته دي. يعني بحاول. طيب احنا لسه في الانا. أوكي. وعايزك تختار رقم كمان. 7. 7. لو وجهت النقد لنفسك هتقول ايه؟ هقول له ارحم نفسك شويه. هقول له ارحم نفسك من التفكير الزايد. هقول له ارحم نفسك من انك انت بعض الاحيان بتيجي على نفسك في حاجات انت عارف ان مش بيبقى فيها كنترول كامل. تقبل فكره ان في بعض الجوانب في حياتنا مش بايدينا ان احنا نتحكم فيها بشكل كامل، او مش بايدينا ان احنا نكون رسمين السيناريو بتاعها ان هو يحصل من A to Z. فتقبل في بعض الاحيان ان احنا في امور خارجه عن سيطرتنا، صح، زي ما في امور كتير قادرين نسيطر عليها. بس ان انت تكون لطيف مع نفسك. بالظبط. يعني رحيم بيها. نبعد شويه عن جلد الذات. رحيم بيها اكتر. احنا اكتر ناس حاسين بنفسنا، اكتر حد حاسس بنفسه هو نفسه. فانك انت تكون قاسي على نفسك فعلا ده شيء صعب جدا. وفي بعض الاحيان احنا بنقسو على انفسنا كتير. ان في موقف مثلا احنا مش ملايكه، احنا وارد بنغلط اوقات كتير، غلطنا دوت ياثر على مسار كامل في حياتنا. فلما دوت يحصل مش اكمل على نفسي بقى واجي عليها بالكلام او اجي عليها بالتانيب، لا، وارد ان انا عندي نقص ما بحاول اغطيه او احاول ان انا اتخطاه. فده اللي بقوله لنفسي بصراحه دايما، يعني لو بالراحه نفسك شويه. طيب رقم كمان. 11. ايه افضل نصيحه اتقالت لك؟ افضل نصيحه اتقالت لي كانت من جدي الله يرحمه. جدي كان هو المؤثر الاول في حياتي. كان قال لي لو انت هتشتغل وهتشتغل مع ناس، حاول دايما الناس اللي انت فوقيهم يكون فيهم صفتين يكتسبوهم منك، الحب والاحترام. ما ينفعش يكون بيحبك بس، ما ينفعش يكون بيحترمك او بيخاف منك بس، لازم يكون في بالانس ما بين الاثنين. ومؤخرا في الشغل، يعني
في البوزيشن اللي انا فيه تحت مني عدد كبير من التيم، يعني من التيمز اللي بتحكم فيها. الحمد لله ده مؤثر جدا، هم عاملين لي مديني الحب اللي انا مستنيه منهم، بعلمهم بالطريقه اللي انا اتعلمت بيها، وكذلك في نفس الوقت هم عارفين الجانب اللي بيقفوا لحد فين او بيحترموا انه ما حدش يتخطى حد معين. أيوة. في حياتنا الحدود او الباوندريز. ان احنا الواحد يبقى عارف بنحط باوندريز يعني، بس ده فعلا فرقت معايا جدا في مهم قوي التوازن عامه. طبعا البني ادم ما يميلش قوي في حته واحده، انه كل ما توازن اكتر كل ما كان مسهل على نفسه الوصول بالظبط للنجاح. طبعا ده شيء انا مقتنع بيه تماما، وخاصه لو علاقه قايمه على الشغل طبعا، مش علاقة يعني ممكن مش علاقة شخصية. انا مثلا يعني انا وريم صحاب بنفوت لبعض على عكس الشغل ما فيهوش، في بعض الاحيان للاسف بيبقى لازم في رد فعل اللي بيحصل يعني. دي فعلا نصيحة فرقت معايا جدا. حلو. طيب ننتقل لمحور تاني، تحب ايه؟ نتوقف عند لا اختاري انت المرة دي بقى. طيب هو اللي طلع لي اللي بعد كده القلب. اوكي. اوكي. طيب تختار الرقم؟ واحد. واحد. ايه هو تعريفك للحب؟ الحب بكل اشكاله على فكره، يعني مش لازم تختار الحب العاطفي، يعني اختار الحب العاطفي لو عايز، بس قصدي ان انت ممكن تاخد مساحه اكبر يعني. الحب بالنسبه لي هو الامان في المقام الاول، ان انا احس بالامان. ده يعني شيء مؤخرا بقى يعني قليل نادر، مش هقول نادر يعني قليل. والامان يعني بكل اشكاله. انا مقتنع ان احنا لو هنتكلم كحب بارتنر، الحب شيء مش احنا بنتحكم فيه وفجأة ربنا بيزرعه في قلوبنا. دايما بحب جدا فكرة الحب اللي مش مشروط بحاجة. انا مش بحب شخص معين عشان الشخص ده شكله كويس، عشان بيتكلم كويس، لا، في فجأة كده احساس بالامان بيجي، ان انا حاسس بالامان تجاه شخص معين وحابب اكمل مع الشخص ده صداقة as a partner اي حاجة. بحس ان فكرة الحب قايمة بشكل كامل على فكرة الامان. لو الامان متواجد كل حاجة تبني، لو الامان مش متواجد صعب جدا يكون في حب من غير امان. بس انت قلت انه الحب فجاه بيتزرع جوه البني ادم او بينزل يعني على القلب. يعني انت مش مع فكره ان الحب قرار؟ يعني في ناس دلوقتي بتقول لك لا الحب قرار، انا ممكن اقرر امتى احب الشخص ده وامتى اتوقف وامشي مثلا او انهي العلاقه دي. يعني المفهوم ده بيتسمع الايام دي. ده هي. فانت مع ايه او شايف ايه؟ والله حتى يعني مش عارف، حتى لو قرار بحس ان القرار ده بيتزرع في وقت معين، في لحظه معينه. فجاه كده ممكن يكون شخص ما فيش بيني وبينه، او يعني كاصحاب بعيد عن بعض شويه، ممكن موقف معين يزرع الحب في قلبي الشخص ده. ممكن اشوفه بيعمل حاجه معينه بطريقه معينه احس ان هو شبهي فيها، فنبقى اصحاب. فالواحد بحس ان هو برده خارج عن ارادتنا. ممكن ربنا في وقت معين بيبعت لنا مسج لان الشخص ده كمل معاه، الشخص ده كويس، الشخص ده وحش. أيوة. فبحس ان هو حتى لو قرار فهو قرار بالزرع، مش قرار بشكل يعني فاهم قصدي خالص مننا. انت قدري جدا بس. <حقيقة. تصفيق> طيب اختار رقم كمان. ستة. ستة. بتقدر تبعد عن التليفون قد ايه بما انك كمان كونتنت كرييتر؟ بمنتهى الامانه ما اقدرش. ما اكدبش عليك يعني، انا للاسف كل حاجه في حياتي في التليفون. الشغل. كلنا بقينا يعني بحس ان احنا لما بنبعد على التليفون شويه تحس ان في حاجه غلط. لا، وحتى يعني كل حاجه بنعملها على اللابتوب دلوقتي بقت تعمل على التليفون، فبقينا مقيدين بيه بشكل كبير. ايوه. از كونتنت كرييتر انا بصور بالتليفون مش بصور بالكاميرا. بأيدت كل بالتليفون. الفيديوهات بتاعتك بالتليفون؟ كل الفيديوهات بتاعتي بصورها بالتليفون بتاعي بيرسونال. بأيدت بالتليفون، بعمل فويس اوفر بالتليفون، بشتغل وبتشكل ميل بالتليفون، فكل حاجه للاسف مرتبطه بيه. لما بيرد عندي شويه برتاح. بحس ان انا يعني عارف سلام. ده حقيقة. بحس ان هو يعني اخيرا خدنا فرصه ان احنا ناخد نفسنا شويه. أيوة. فلا للاسف ما اعرفش ابعد عنه. طيب اختار رقم كمان. لسه في القلب. ممكن رقم اربعه. بتصدق المنطق ولا الحاسه السادسه؟ لما تيجي تاخد قرار بتحس ان انت عايز تمشي مع المنطق والعقل ولا القلب لا بحس المنطق اكتر. لما باجي اخد قرار في اي حاجه بحس ان احنا محتاجين نقعد نشوف الجوانب الكامله بتاعه القرار ده ايه. لو احنا في شغل، لو احنا في علاقه، لو احنا في اي موقف بيحصل في حياتنا، بحس ان احنا محتاجين دايما نشوف كل الجوانب. الحاسه السادسه مش دايما للاسف بتظبط معايا، مش عارف يعني. مش دايما بحب امشي ورا قلبي بشكل كامل. يعني في بعض الاحيان بيبقى في رسائل بس لا يعني بنبقى قاعدين اللي هو محتاجين نعرف، حتى لو انا هاخد قرار بقلبي شويه محتاج اعرف باقي الجوانب ماشيه ازاي، محتاج اعرف باقي الجوانب فيها ايه عشان
يبقى حتى وانا ماشي ورا قلبي ماشي مطمن شويه. فلا يعني منطق اكتر. اوكي طيب تحب تختار المحور اللي بعد كده ولا نمشي مع القدر؟ مع القدر. واثق فيك يا ريم. اوكي البيئه المحيطه. اوكي البيئه المحيطه انا بالنسبه لي يعني الاشخاص اللي حواليك، المكان، العمل، يعني كل حاجه بتحوط البني ادم من بره، لان الحاجات التانية القلب والافكار وكده كل ده داخل. فاختار بقى رقمك. ثلاثة. انت بتحس انك في الكومفورت زون بتاعك؟ اكتر وقت بحس فيه ان انا حاسس بسلام نفسي وفعلا كومفورت زون ان انا اكون مسافر في مكان بحبه ومع حد بحبه. okay. يعني انا لو فعلا بعمل كده ببقى ناسي الدنيا كلها، مش فارق معايا موبايل، مش فارق معايا اتابع حاجه، مش فارق معايا اخبار. انا دي اللحظه اللي فعلا ببقى حاسس فيها ان انا في قمه سعادتي وحاسس ان انا مش ناقصني اي حاجه من الدنيا. بحس ده الديفينيشن بتاعي للكومفورت زون. الكومفورت زون بتاعك مش مرتبط بمكان؟ لا لا خالص خالص. يعني انا بحب اسافر بطبعي، يعني حتى لو في مكان يعني لو في مكان اللي هو بتعرف عليه لاول مره بحبه، يعني ما عنديش مشكله في ده، بس لو مع حد بحبه ده بيسهل الموضوع كتير. اكيد، وخاصه لو الصديق قبل الطريق. بالظبط. اوكي نختار سؤال كمان. احنا ما اخترناش 10 خالص. 10 ماشي يلا. ايه اخبارك مع الكراكيب؟ بتقدر تتخلص منها؟ وخلي بالك من حاجه، الكراكيب مش بس كراكيب المكان. كراكيب ممكن تبقى كراكيب الافكار، ممكن تبقى كراكيب العلاقات. للاسف بتخلص منها بعد فتره. يعني انا من الناس اللي بتعاني من الاوفر ثينكينج، بس بزياده شويه. يعني انا الاوفر ثينكينج فعلا فايدني في كل جوانب حياتي، ان انا باوفر ثينك الموضوع. سواء بقى في الشغل، انا لو انا بتكلم على الشغل او مثلا حاجه ليها علاقه بالكونتنت، انا دايما الاوفر ثينك بيخليني ان انا افكر في الموضوع من كل جانب، وابقى حاطط سيناريو وبلان A وبلان B وبلان C. الا بقى الحته بيجي بقى بصعوبه في حته الكراكيب، ان انا مش عارف اتخلص من الكراكيب دي. فبتاخد معايا فتره كبيره، ممكن توصل لسنين لحد ما اتخطى الكراكيب الموجوده. وعلى فكره ده في الافكار وفي بيتي. يعني انا في بيتي في حاجات ممكن ما اكونش محتاجها، بلاقي نفسي ان انا بتخلص منها بعدها بسنه، بسنه ونص، لحد ما اتاكد 100% ان انا مش محتاجها. في الافكار ممكن موقف معين بسيط جدا يقعد معايا سنين افضل فاكره، ويفضل يعدي الديت لي انا فاكر التاريخ ده كويس ان هو حصل فيه كذا. فلا للاسف مش بتيجي معايا بسهوله قوي حته الكراكيب. الكراكيب هي عاده مش سهله. لا خالص. هي بتحتاج تمرين. يعني الواحد لازم يمرن نفسه ويزق نفسه لو هي مش طبيعته عشان يقدر فعلا يتعامل مع الكراكيب. بس هي بتعمل زحمه. ممكن اتمرن فيها من بكره يعني في جوه البني ادم بتعمل زحمه. ده حقيقي فعلا. اوكي هنخش بقى على الافكار، بما ان انت قلت ان انت اوفر ثينكر. اوكي فهنخش على الافكار وبعدين هننهي بقى بالجسد. اوكي فالافكار ممكن تختار رقم 2. ايه هو بقى العالم الموازي بتاعك؟ العالم الموازي بتاعي النوت بوك والقلم. هو ده اللي بطلع فيه كل طاقتي، هو اللي بعرف اعمل فيه كل حاجه وبرسم فيه كل سيناريو. بحس ان ربنا انعم علينا بحته النوت بوك، ان انا يبقى معايا حاجه اطلع فيها كل افكاري، اطلع فيها كل مشاعري، اطلع فيها كل حاجه بفكر فيها. دي نعمه كبيره جدا. بتكتب؟ بكتب كل حاجه. ومن وانا صغير متعود على الموضوع ده. بكتب اللي انا بحس بيه، وبكتب اللي انا عايز اعمله، وبكتب يعني ممكن ما نلتزمش باللي انا عايز اعمله، بس المهم ان هو يتكتب. فعلا ده هو العالم الموازي بتاعي. بحس ان انا بفصل فيه. ده يساعدك في النقطه اللي قبل كده اللي هي بتاعت الكراكيب. كتير يعني اللي عنده كتير. كراكيب في الافكار بالذات كل ما بيكتب بيخرج. ده حقيقه فعلا. ولما يبقى الافكار مكتوبه قدامنا ده بيسهلها وبيسهل التفكير فيها وبيسهل ايجاد حلول ليها. ده شيء انا مقتنع بيه. لو مثلا موضوع شغلني بيسهل الوصول كمان. بالظبط. ساعات كتير قوي الواحد لما يكون في فكره في دماغه يجي يكتبها يلاقي حاجه ثانيه. يعني حقيقة. الافكار في دماغنا بشكل، ولما نكتبها على لما نقولها شكل ولما نكتبها شكل ثاني. فعلا انا كان عندي في فتره معينه مشاكل في النوم، خليت جنب السرير عندي ورقه وقلم، لما اجي افكر في موضوع اروح صاحي قايم كاتبه عشان هفكر فيه الصبح. خلاص يعني نام دلوقتي والصبح نفكر مع بعض. بالظبط. عشان خلاص يعني انت مش هتنساه عشان هو مكتوب، وفي نفس الوقت ارحم نفسك لما تصحى تفكر فيه مع بعض. انت بتتعامل مع الكراكيب اهو. بالظبط. يعني عندك بلان اهو. شويه يعني شويه. كويس. طيب اختار رقم كمان. 1. انت مين؟ انا بقى ده السؤال اللي كان المفروض يتسقف الاول خالص. اوكي.
بس كويس ان احنا بنساله دلوقتي، لان المره دي انا مش عايزه ان انت تعرف نفسك او تقول حاجات اللي الناس عارفاها، انا عايزه اعرف انت مين بعينيك انت. السؤال صعب جدا، يمكن ده اصعب سؤال في البودكاست كله. انا شخص جاي من طريق طويل قوي، ممكن ما يكونش ظاهر للناس الطريق كله او ابعاده الكامله. شخص مش عايز يبقى شخص جاي وماشي بسرعه، مش عايز ابقى شخص تقليدي، مش عايز الاسم يتنسي بعد ما اموت بكام سنه. يعني الواحد لما بيتوفى مين بيفتكره؟ ولاده، ولو في احفاد، ومع الوقت الاسم بيندثر تمام. ومع ذلك احنا في رجاله بنفتكر اسمائها بعد 7000 سنه و 8000 سنه. الراجل ده عمل ايه عشان يبقى بنفتكره لحد دلوقتي ساب اثر؟ فانا نفسي ابقى من الناس اللي جايه تسيب اثر، مش جايه وتمشي. كسبت كتير وخسرت كتير، بس حاسس ان شاء الله اللي جاي هيكون مكسب اكتر من الخساره، وحاسس ان الطريق لسه طويل ومحتاج نفس. فبس ده اللي شايفه في نفسي يعني. حلو. طيب اختار رقم كمان. 9. من رحلتك بقى، هل انت قعدت اكتشاف نفسك من جديد؟ كل يوم. كل يوم. ازاي؟ وايه الحاجات اللي انت اكتشفتها؟ كل يوم الواحد بيحس ان هو عنده مقدرة، او المقدرة بتاعته مش هيعرف يعمل حاجة معينة، بس لما بيتحط فيها بيلاقي نفسه ان هو بيعملها كويس جدا. ده كان معظم يعني ده اللي حصل معايا في معظم سنين حياتي الفترة اللي فاتت، ان انا ببقى قاعد طب هل انا فعلا قادر اعمل المهمة دي ولا لا؟ هل انا قادر اعمل اللي ورايا ده ولا لا؟ في بعض الاحيان للاسف بنشك في نفسنا وبنشك في قدراتنا. ده الوقت المثالي بالنسبة لي ان انا اروح متحرك وعامل الحاجة دي ايا كان نتيجتها ايه، المهم ان انا عملتها. صح. لو عملتها مره هتطلع نتيجتها مثلا 30%، المره بعدها 50%، المره بعدها 70%، لحد ما اوصل للنتيجه اللي انا عايزها. فحاسس ان ده بيسهل عليا حاجات كتيره جدا في حياتي، ان انا كل يوم بعرف نفسي ايه قدرتي في الحته دي. هل انا قادر اتعلم هنا، ولا قادر اركز في حاجه تانية، ولا قادر اخد طريق تاني، وهكذا. ده بيفرق معايا جدا في حته التعلم. ده مهم طبعا، كل يوم بنكتشف حاجات في نفسنا يعني. مهم الواحد كمان يبقى عنده الوعي. يعني في ناس بتكتشف حاجات او ماشيه في الحياه، واكيد بتكتشف يعني، ما احنا بني ادمين اكيد في حاجات كتير بنتعلمها كل يوم، بس ما بيبقاش عندهم الوعي ان هم يقفوا عند اللي اكتشفوه ده ويقولوا ايه ده فعلا، او انا بعرف اعمل كذا، طب اجرب نفسي اشوق. فاهم؟ ده نوع بالزبط. من انواع برضو الوعي اللي الناس مش كل الناس عندها. بالظبط. يعني لو هناخد مثلا المثال ده على الشغل، انا كنت في شركه وكان فوقي حد، والحد ده فوقي حد كاز بوزيشن زي، فكان بالنسبه لي اللي فوقي ده عظيم جدا، ده بيعمل حاجات انا مستحيل اعرف اعملها. بس لما اتحطيت في مكانه لقيت ان انا بعرف اعملها بسهوله. ولما طلعت المكان اللي بعديه لقيت الحمد لله بعرف اعملها برضو بسهوله. فحاسس ان احنا في بعض الاحيان بنأندستيميت احنا قادرين نعمل ايه، بنقلل من قدراتنا. بالزبط. او من نفسنا، او من الحاجات اللي بنقلل، مش مصدقين، بنبقى متشككين. فحاسس ان احنا لو ادينا لنفسنا المساحه ان احنا نغلط ونتعلم الغلط، دي مهمه جدا. بالظبط. دي مهمه جدا حته الغلط دي. ناس كتير قوي بتخاف من الغلط. انا بحس ان الغلط والفشل ده فرصه كبيره قوي. بالظبط. يعني ده نعمه ان الواحد يقدر يتعلم ويقف تاني. يعني هي لو فعلا ليها وصف دقيق زي ما حضرتك قلتي، نعمه. هي احنا وقعنا في حاجه اتعلمنا منها حاجه، فمش هنغلطها تاني. فهي فعلا بتبقى نعمه من ربنا، واحنا ممكن نكون شايفين في وقتها لا ده حاجه وحشه طبعاً حصلت. طبعا في وقتها كلنا بنبقى شايفين مدمرين، بنبقى نفسنا مدمرين، بس مع الوقت بنكتشف لا ده كان لازم يحصل عشان اتعلم. فده شيء عظيم جدا بصراحه. حلو. طيب رقم كمان. 6. مين الاشخاص اللي اثروا فيك بجد؟ انت ذكرت من شويه جدك. ده حقيقي. كان احد اصدقائي كان اسمه حارس من سلطنة عمان. هو ده كان سبب اساسي في تغيير حياتي كلها. حارس انا كنت الاول انا شغال في السياحه بقى لي 8 سنين. قابلته في شرم الشيخ سنه 2017. من الناس اللي كان بينا كيمياء سهله، بنحب بعض، بنحب نخرج مع بعض. وكان السنين اللي بعدها 17 18 19 كنا بنتقابل كل سنه، وكان بيجي مصر وكنا بنعمل ايفنتس مع بعض. فلما حصل موضوع الكورونا سبت السياحه، وكان عندي مشكله ان انا مش عارف اشتغل اي حاجه غير السياحه. انا طول عمري بسافر، طول عمري ما اعرفش اعمل اي حاجه غير ان انا بسافر او ببلان للناس انها تسافر.
فلما اشتغلت شغلة وقت الكورونا ما كانتش بحبها، حسيت ان انا فعلا مع الوقت بتطبع بطباع مش طباعي خالص. حارس قابلني مره بعدها في القاهره لما كان جه، وقال لي واحنا قاعدين، انت مش انت، انت مش مصطفى اللي انا قابلته كان قبل كده. مرايتك. كان فعلا لحظتها كان مرايتي لاقصى درجه يعني، وخدني يعني ساعتها شجعني على اكبر مخاطره عملتها في حياتي، ان انا اسيب الشغل اللي بيجيب لي انكم كويس في الشهر وامشي في مجال انا مش عارف هو هيقف على رجله ولا لا. وفعلا ساعتها عرفت قيمة الصديق، وعرفت قيمة ان قد ايه ممكن يكون حد في حياتنا مش مؤثر بالشكل اللي احنا فاكرينه، بس ربنا جعله سبب ان هو يغير حياتي كلها. لما اخدت قرار ان ارجع للسياحة كل حاجة في حياتي اتغيرت للأحسن الحمد لله. بدأت اشتغل وانا مبسوط، بدأت اصحى لا انا صاحي وفرحان ان انا رايح الشغل. الشعور ده اثر عليا بالايجاب في كل جوانب حياتي، لا ان انا بشتغل وعارف ان انا اخر اليوم هروح مبسوط ومرتاح وعايز اصحى تاني يوم عشان اشتغل. دي كانت طبعا دي ده الشغف طبعا ان انا بشتغل الحاجه اللي بحبها، دي كانت نعمه كبيره من عند ربنا. صح. فحارس فعلا كان من الشخصيات المؤثره جدا جدا في حياتي. على المستوى المهني في رجل اعمال كبير قوي، في يعني فاوندر لاحد الفنادق الكبيره، سلاسل فنادق كبيره في حوالين العالم، اسمه فتاح تامنجي. ده من الشخصيات الملهمه جدا اللي اثرت في حياتي. قابلته مرتين، اتعلمت منه كتير. هو بدا برضو من طريق كان بوزيشن صغير جدا، فضل يعني يترقى لحد ما بقى فاوندر سلسله من اكبر فنادق العالم. فده على الجانب المهني علمني كتير جدا. كويس، انت محظوظ على فكره ان انت كمان قابلت ناس كده وفي توقيتات معينه في حياتك. بالظبط. اخر محور معانا هو الجسد. جسد مهم جدا لان هو بقى اللي بيقوم كل الحاجات الثانيه. فاختار رقم. 9. بتنام كم ساعه في اليوم؟ من 6 ل 8 ساعات يعني. لو نمت اقل من كده بتعب بصراحه، بحس ان انا لا انا محتاج. بيقولوا ان من 7 ل 9 ساعات هي المفروض الايديل يعني، المفروض ده ساعات النوم. انا نفسي والله. بس بحس ان احنا يعني لما برضو يعني بنام كتير بصحى جسمي مش متقبل. لا وكمان تعرضنا للموبايل والشاشات الكتير بتأثر جدا على جودة النوم بتاعك. ده حقيقي، ده حقيقي. يعني انا اكتر فترة كنت مرتاح فيها في حياتي الفترة لما مش بمسك الموبايل قبل ما انام او لما بصحى يعني. كنت بحس ان انا صاحي براحتي وصاحي تمام، بس دلوقتي مش بنعرف نعمل كده. لا طبعا يعني اتمنى ان احنا يعني دي عادة من العادات اللي نفسي ارجعها لحياتي تاني. ان الساعة اللي قبل النوم والساعة اللي بعد الصلاة ما امسكش الموبايل فيها، ده المفروض ده احسن حاجه، دي اكتر حاجه صحيه. بالظبط يعني. طيب قبل ما نختم انا عايزاك، يعني في ناس كتير هيشوفونا وهم صغيرين لسه بيبداوا حياتهم، عايزاك تقول كلمه كده انه ازاي البني ادم يقدر يحدد هدفه او هو عايز ايه في الحياه. انا عارفه ان ده سؤال مش سهل خالص، بس ايه الكلمه او الحاجه اللي تقدر تقولها اللي انت اتعلمتها من تجربتك اللي ممكن نفيد بيها ناس تانيه لسه بتبدا؟ هي اكتر من نصيحه، بس يعني اكتر حاجه فعلا علقت معايا قوي، ان الشكوى ما تبقاش في لساننا دايما. احنا للاسف اي وقت احنا او اي مع ايا كان قاعدين مع مين بنشتكي بنشتكي بنشتكي، ده فعلا بيخش عقلنا اللاواعي بدون ما احنا نحس. بتبقى الشكوى مسيطره على كل حاجه في حياتنا. الشكوى بتخلينا ما نشوفش النعم اللي موجوده في حياتنا. لو انا بشتكي من الشغل، ان انا الشغل مضغوط كتير في الشغل وبتحرك كتير وبسافر كتير في الشغل، بس انا ناسي. بالظبط، انا ناسي الفكره الاساسيه. انا عندي شغل ودخلي انكم كويس ومرتاح بجوانب كتير، مش بس ان انا من نوع الاشخاص اللي ما بحبش اقعد في البيت خالص. ما بحبش ابقى مربوط في مكان، وخاصه بعد فتره الكورونا كنت شغال في البيت، ما بحبش الفكره. طبعا بعد كورونا فلما برجع افتكر ان انا بشتكي ان انا مضغوط من الشغل، بفتكر ان انا ما كنتش حابب اصلا قاعده من غير شغل. ففكره الشكوى نفسها فعلا، لما حتى حوطت نفسي بناس مش بتشتكي، ناس بتدور على الجانب الحلو وتفكر فيه، ده فرق معايا جدا. السيركل اللي حوالينا فعلا من الحاجات، ايا كان المجال اللي انا بشتغل فيه او ايا كان المجال اللي انا بحلم ان انا ادخل فيه، السيركل اللي بتساعدني هي اللي جنبي، هي اللي حواليا. هل انا مع ناس بتشجعني؟ هل انا مع ناس بتزقني كل يوم ان انا اوصل لحلمي، وبتكلم قدامهم عن حلمي وانا مش خايف ان هو يقلل منه، ومش خايف ان هو يفهم حلمي بطريقه مش مريحاني؟ ده شيء مهم جدا. ان يبقى حواليا ناس مؤمنه بفكرتي، ده شيء عظيم. فاول نصيحه فعلا ان هو يحوط نفسه. انا معاك جدا في حته عدم الشكوى دي. بالظبط، يعني لو حوط نفسه بناس مش شكايه وهو نفسه مش بيشتكي، ده شيء عظيم جدا، شيء مريح جدا نفسيا.
مصطفى مبسوطه جدا ان انت كنت معانا النهارده. انا اكتر, وبتمنى لك كل التوفيق. انا اكتر, وفعلا انبسطت جدا, يعني يمكن ده اول بودكاست اعمله تقريبا, بس انبسطت جدا معاك. شكرا لمتابعتكم البرنامج, واشوفكم الاسبوع الجاي.